مرحبا بكم، اسمي حامد بحيري، المدير الاستراتيجي لمجموعة شركات كيلر. لو حضرتك ممرض او حضرتك ممرضة وعندكم رغبة في استكمال حياتكم العلمية والعملية في المانيا، فالفيديو ده مهم جدا ليكم. الفيديو هيكون طويل شوية، ولكن خليكم معايا من البداية للنهاية لمعرفة جميع الاجراءات والخطوات اللي هتمروا بيها من نقطة الصفر حتى الحصول على شهادة مزاولة المهنة وبدء حياتكم العملية في المانيا. يلا نبتدي مع بعض. في شركة في المانيا اسمها شركة ماينا اجنتور فيرونز فانسيش. الشركة دي تم إنشاءها سنة 2004 ومؤسسها هو محمد بحيل. الشركة متخصصة في تأهيل وتعيين الكوادر البشرية الطبية من دكاترة وصيادلة وأسنان وتمريض في ألمانيا. نتيجة الاحتياج الكبير للممرضين في ألمانيا، الشركة قررت أنها تفتتح شركة جديدة في سنة 2018 اسمها شركة كيرلند. تم افتتاحها زي ما قلنا سنة 2018 عن طريق نفس المؤسس محمد بحيري وعدد آخر من المساهمين، ومتخصصة فقط في مجال التمريض، تأهيل وتعيين الممرضين إلى ألمانيا. طيب في البداية كده احنا عندنا سؤالين، هل فعلا في احتياج كبير للممرضين في ألمانيا؟ السؤال الثاني، ليه نقدر نعتمد على شركة زي شركة كيلر؟ خلينا اجاوب السؤال الأول ويلا بينا نشوف. ده الويب سايت بتاع جريدة مشهورة اسمها جنرال انسايجر في ألمانيا، بتتكلم على الممرضين، بتقول في البداية ان the situation can be called serious، يعني الموقف فعلا جد وفي مشكلة كبيرة. The German Nursing Council predicts that by 2030 there will be a shortage of 300,000 nursing staff in Germany. يعني بتقول ان على سنة 2030 هيكون العجز في عدد الممرضين والممرضات 300,000 فرد. ده رقم كبير. طيب ادي كده النقطة الأولى اللي هي هل فعلا في عجز في الممرضين في ألمانيا. النقطة الثانية، ليه نقدر نعتمد على شركة كيرلين؟ خلينا اقول لكم ان شركة ماينا اجنتور وكيرلين فيهم ثلاث صفات مجتمعة مش موجودة في اي شركة اخرى في العالم. تعالوا نتكلم مع بعض. نمرة واحد، 17 عام من الخبرة في هذا التخصص اللي هو تخصص تأهيل وتعيين الكوادر البشرية الطبية في ألمانيا. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، ان الشركة دهيت عندها جميع العمليات المطلوبة من نقطة الصفر لغاية التعيين ومن ثم بعد التعيين تحت نفس المسمى، تحت نفس الشركة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني من البداية خالص تعليم اللغة الألمانية، طيب الأوراق في مصر والأوراق في ألمانيا، مقابلة السفارة والحصول على الفيزا، السفر، البرنامج التأهيلي، التعيين، خدمة ما بعد التعيين والتخصص في التمريض، كل ده تحت نفس البراند. الكلام ده مش موجود في كل شركة موجودة في هذا المجال، لأن في حاجات كتيرة اسمهم وكلاء. أنا ايجنت عند شركة تانية، أنا بعلم اللغة بس، أنا بتدرب بس، أنا بعمل البرنامج التأهيلي. ولكنك من أول ما تخطو في أي مكان لشركة كيرلين في دول كتيرة حول العالم حتى لحظة التعيين انت بتتعامل مع نفس الشركة. ده فرق كبير جدا في التعامل. كلام جميل. النقطة الثالثة، ان الشركة موجودة في دول كتيرة حول العالم. احنا موجودين في مصر، في تونس، في المغرب، في باكستان، في الهند، في الفلبين، في العراق، وفي دول افريقية. كلام جميل. التلات عناصر دول مع بعض مش موجودين في اي شركة اخرى حول العالم كله. طيب هل الكلام ده تم ترجمته لنتائج موثوقة نقدر ان احنا نعتمد عليها؟ يعني احنا بنقول ان في عندنا 4000 ممرض ودكتور وصيدلي ودكتور اسنان تم التعامل معهم خلال 17 عام وتم توظيفهم في المانيا. هل في نتائج ملموسة نقدر نشوفها؟ نعم. لو رحنا للويب سايت بتاع النقابة العامة للاطباء في ولاية ساكسن، النقابة العامة للأطباء في ولاية ساكسن، عايز أوريكم بس الويب سايت ده. لو احنا خدنا الويب سايت ورحنا حطيناه في البراوزر، ده الويب سايت بتاع النقابة العامة للأطباء في ولاية ساكسن. النقابة العامة للأطباء في ولاية ساكسن رشحت شركة ماينا اجنتور كأول شركة يتعامل معها فرد من الكوادر الطبية لو عايز خدمة الريلوكيشن، يعني انت موجود في بلد وعايز تيجي لبلد اخر. لو نزلنا وشفنا الكلام ده تحت آخر صفحة أهي، بنتكلم إن ماينا اجنتور هي الشركة فعلا اللي عليها العين في موضوع تعيين الكوادر البشرية والريلوكيشن سيرفيس بتاعهم إلى ألمانيا. طيب دي نقطة مهمة جدا جدا، إن النتائج مش مجرد كلام، دي حقائق موجودة. ده كلام مهم. طيب تعالوا نخش في الموضوع دلوقتي. عشان تبتدي حياتك في ألمانيا كممرض، دايما بنقول ان في خمس حاجات مهمه جدا ليك. اول ثلاثه اسمهم اللغه 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 اللغه. الحاجه الرابعه
معلوماتك في مجال التمريض وخبرتك في مجال التمريض. الحاجة الخامسة هو الاتيتيود بتاعك أو مدى احترامك لنفسك ومدى صدقك وأمانتك في العمل والأخير عشان تنجح في ألمانيا. إنما أول ثلاث عناصر هم اللغة اللغة اللغة. لو أوري لك حتى في المقال اللي احنا كنا بنتكلم عليها دهيت، لو نزلنا تحت شوية كده وبصينا الناس دي بتقول إيه، الناس دي طالبة إيه وعايزين إيه من الممرضين اللي جايين. اقروا معايا يا شباب. We are just as open to nursing staff from abroad as long as they need the language requirements. يعني احنا فتحين الباب للممرضين من الخارج لو تم فيهم الشروط الواجبة في مجال اللغة. اللغة اللغة اللغة. وما تقلقش في مجال التمريض لان هيتم تدريبك وتأهيلك هناك في ألمانيا برضه. طيب. يبقى عامل اللغة عامل أساسي جدا، وبالتالي كان قرار استراتيجي في الشركة إن إحنا اللي لازم ندرب اللغة بالكفاءة اللي إحنا طالبينها. تمام. فإيه اللي بيحصل في موضوع اللغة؟ احكي لنا بقى القصة بتاعت موضوع اللغة. اللغة في اللغة الألمانية في عندنا أربع مستويات مهمين جدا. الـ A1، الـ A2، الـ B1، الـ B2. عشان تقدر تاخد شهادة قصدي الفيزا وتقدر تقدم في أي قنصلية في ألمانيا على مستوى العالم لازم يكون عندك شهادة البي اينز، لازم يكون عندك شهادة البي اينز عشان تقدم على الفيزا. طيب، ولكن احنا دايما بنقول وبننصح وبنشدد وبنصر ان لازم يكون مستواك هو مستوى البي 2 قبل ما تسافر ألمانيا. ليه؟ لانك اول ما بتسافر ألمانيا انت مش بتستنى فترة طويلة جدا عشان تأهل نفسك في اللغة الألمانية قبل بداية البرنامج التأهيلي، انت في غضون اسبوع تكون بديت. فوجود اللغة الألمانية بمستوى البي 2 عندك هيأهلك بشكل كبير جدا إنك تندمج بسرعة في البرنامج التأهيلي. كل فرد بيروح في البرنامج التأهيلي في البداية بيكون عنده، يعني أنا قاعد في في في, في درس من الساعة 8:30 الصبح 7:30 الصبح حتى الساعة 3 العصر بالكامل باللغة الألمانية الألمانية الألمانية. لو أنا فعلا لغتي ما كانتش قوية فعلا بتحصل معاناة. بلاش تسمع مني، كلموا لأي حد هناك سافر ألمانيا من الممرضين وقولوا له يعني لو انا سافرت بمستوى البي اينز او سافرت بمستوى البي 2. طبعا مستوى البي 2 بخبرتنا بنقول عشان ما تقلقش في بدايه حياتك في المانيا انت محتاج ان انت تكون عند مستوى البي 2 عند سفرك الى المانيا. تمام. من اول ما تاخد البي اينز وتقدم على اجراءات الفيزا لغايه ما وقت السفر، الفتره دي بتكون في حدود 3-14. الفتره دي كافيه انك ممكن تكون انجزت فيها شهاده البي 2. الفكره انك لسه بتدرس لغه في اليوم اللي قبل تسافر، قبل ما تسافر فيه الى المانيا انت لسه بتدرس في اللغه الالمانيه. انت هتسافر المانيا مستعد وعندك ثقه في نفسك ان لغتك هتاهلك انك تجتاز برنامج التاهيلي بكل كفاءه ان شاء الله. رائع. يبقى البي 2 فعلا فعلا، انا مش عايز اعمل الموضوع كانه سهل جدا نخلص لغايه الاي اينز اي 2 وربنا يسهلك في المانيا. ان شاء الله ربنا يسهل في كل الاحوال، ولكن احنا بنتكلم بشكل عملي ان الناس اللي سافرت في المانيا بشهاده البي 2 كان مستواها التحصيلي افضل بكتير جدا من اي من البي اينز. يعني تمام، هو لازم البي اينز عشان تاخد الفيزا زي ما اتفقنا. رائع. الفتره من البدايه لغايه النهايه، من اول ما تدرس اول درس في الاي اينز لغايه ما تركب باب الطياره، بنتكلم في حدود السنه، زادت قليلا قلت قليلا، في حدود السنه من اول يوم حتى النهايه. هل بتقدموا ده في شركه كيلن؟ نعم، نقدم الكورسات اللغة الألمانية. طب هنا في سؤال كبير، في مراكز عريقة جدا في تدريب اللغة الألمانية زي مثلا معهد جوتي بيقدم اللغة الألمانية برضو، إيه الفرق بينك وبين معهد جوتي مثلا؟ إيه الفروق يا سيدي الفاضل؟ خمس فروق. خمس فروق. ليه في فرق بين تدريس اللغة الألمانية عندنا وعند جوتي؟ قبل ما أتكلم على الخمس فروق، أنت لازم تكون فاهم يعني إيه أنت طالب قاعد قدام مدرس في كيلن وانت قاعد قدام مدرس في معهد جوته. انت لو انت قاعد في معهد جوته وانت كويس كويس لنفسك، سيء سيء لنفسك، بمعنى ان بقى ما فيش حاجه بعد عمليه التدريس ده. بعد عمليه التدريس انت كويس كويس، انت مش كويس خلاص ما نجحتش مثلا على سبيل المثال. لو انت قاعد امام كيرلن والموظف قصدي المدرس المسؤول عنك، انت قاعد هنا كطالب، انت هتكون ممرض هناك في المانيا. فما ينفعش لو احنا بنتكلم على نفس الشركه نفس البراند مره تانية، ما نقدرش ان احنا نطلع في المانيا الا لما يكون مستوى اللغه الالمانيه بتاعتك فعلا فعلا جديره انها تقدر انها تستكمل فيها. احنا مش عايزين نخلي الموضوع بسهوله ان اول ما اروح المانيا المشاكل كلها هتتحل. لا، انت اول ما تسافر المانيا انت هيتم
فعلا ده انت كده بتبقى بيسموه بالانجليزي والبي تشالنج، يعني انت كده هتتحط بقى هل هقدر اثبت نفسي ولا لا. وجود عامل اللغه زي ما شفنا مع بعض في الويب سايت الست بتقول ان عامل اللغه بتاعك هو الاساس، ما اتكلمتش على جبت امتياز في التمريض ولا لا، وخبرتك 10 سنين ولا لا، اتكلمت فقط على عامل اللغه، لان الناس هناك عارفه ان عامل اللغه هو الحاجه اللي بتعوق تقدم الممرض والممرضه هناك في المانيا، والعكس صحيح طبعا. فانتوا فاهمين ليه احنا بنتكلم بشكل صريح وشفاف، ودي طريقه تعاملنا مع كل العملاء من البدايه حتى النهايه، ان ليه مستوى البيت فاي. طيب ايه بقى الفروق اللي بينك وبين معهد جوته بسبب الاحساس المختلف تجاه الطالب اللي قاعد قدام منك ده؟ نمره واحد، عشان تنجح في امتحان البي اينس لا وتاخد الشهاده بتاعته، في عندنا ثلاث مراكز رئيسيه بتقدم شهاده البي اينس، اللي هي جوته وتلك والاو اس دي. دول الثلاث مراكز الرئيسيه لاي قنصليه المانيه على مستوى العالم بتقبل شهادته. تمام، لو انا دلوقتي بقدم على جوت او تلك او نسبه النجاح المطلوبه فيك في الاربع مهارات الرئيسيه اللي هم ايه الاربع مهارات؟ القراءه، الاستماع، الكلام، والكتابه، ان نسبه النجاح بتكون 65% في كل واحده من المهارات دي. طيب بالنسبه عندنا في كيرلند نسبه النجاح في كل المهارات هي 80%، يعني مش هتروح للمستوى اللي بعد منه الا لما تكون جايب 80% في المستوى اللي انت فيه، يعني مش هتطلع من A1 لA2 الا لما تكون جايب 80% في الاربع مهارات. لو جبت 79% هتعمل ايه؟ هتعيد المستوى، مش هتعيد المستوى كله، هتعيد الامتحان تاني، الامتحان لغايه ما تجيب النسبه المئويه اللي هي 80% كحد ادنى. احب اقول لكم ان مثلا الA1 الاخير اللي اتعمل كان اقل طالب كان جايب 88%، واكبر طالب عندنا كان جايب 99.25%. طيب ده كان مستوى اقل طالب. ليه؟ لان في دفع كبير جدا انك لازم فعلا تتفوق وتنجح. بالشكل ده فرصتك في النجاح في الامتحان بتكون اعلى بكتير، ففي تركيز كبير جدا على اتقانك في اللغه والوصول لهذا المستوى. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، عشان نوصل لهذا المستوى عملنا ايه؟ في كل درس عندك في اي مستوى في عندك امتحان، الامتحان مدته 15 دقيقة. طيب في ربع المستوى الامتحان مدته 45 دقيقة. المستوى بيكون فيه 12 درس مثلا، في الدرس رقم 3 في عندك بعد الدرس الثالث في عندك امتحان 45 دقيقة، عند الدرس السادس في نص المستوى الامتحان ساعة ونص إلى ساعتين، في نهاية المستوى الامتحان أربع ساعات معك. أربع ساعات كاملة الامتحان عشان تجتازه وتدخل على المستوى الثاني. فلما تلاقي إن في عندك ضغط فعلا يوميا، عندك في امتحان لما تيجي الحصة اللي وراها، في عندي امتحان الحصة اللي وراها، عندي امتحان وهكذا، هيكون في معدل تحصيلك اعلى، معدل تركيزك اعلى، حاسس ان في ضغط عليك مستمر. في منتهى الاهميه الكلام اللي احنا بنقوله ده، يعني لو انت حاسس انك داخل في موضوع اللغه الالمانيه وحاسس ان انا ان شاء الله هتعدي ومش مهم ان انا ذاكر، الكلام ده غير صحيح. انا برضو مش عايز اخليها ان هي حاجه صعبه جدا، عملها ملايين الناس قبل كده وهيعملوها ملايين الناس بعد منك وقبل منك، وبالتالي العمليه زي ما غيري نجح فيها انا ممكن انجح فيها، بس هي مش بسهولة ان انا حضرت درس خلاص انا اتقنت اللغة الالمانية. دي لغة انت بتتكلم فيها خلال سنة واحدة، لازم توصل انت بتعرفش كلمة واحدة في اللغة الالمانية الى انك بتروح بتدرس تمريض باللغة الالمانية في البرنامج التأهيلي بتاعك، وهتتعامل مع المرضى والمستشفيات باللغة الالمانية بالكامل. فما ينفعش ما نضغطش عليه، ما ينفعش، وإلا احنا نبقى احنا ظلمنا العملاء بتوعنا وضميرنا كده، يعني في شيء خاطئ. احنا لازم نحطك تحت الضغط اللي هو المطلوب منك انك توصله في المانيا. رائع جدا. الحاجة التالتة كمان، ان في عندنا برنامجين بالاضافة الى البرنامج الرئيسي اللي احنا بنعمله اللي هي الكتب اللي بتستخدمها المراكز كلها في تعليم اللغة الالمانية، في عندنا البرامج الخاصة بينا احنا، مجموعة من الفيديوهات والقصص الصغيرة اللي بتكبر معاك، والفيديوهات اللي بتبتدي معاك برسوم متحركة و برامج للاطفال والاخره لتعليم اللغه الالمانيه، ان انت فاضل عينيك ودانك وكلامك وكتابتك بيتم الاربع مهارات العمل عليهم خلال الفتره كلها من البدايه حتى النهايه، وطبعا المستوى بيزيد. لازم تعيش في جو من اللغه الالمانيه، وده اللي احنا هننجح فيه ان شاء الله زي ما نجحنا مع الباقيين، لغايه ما وصل ان اول واحد امتحن شهاده ال بي اينس معانا جاب 90% في اكتر من مهارتين، جاب 90% فيها. فده دليل ان العمل المكثف يجيب نتيجه في الاخر. كلام رائع.
طيب فالبرنامج اللي احنا بنحطه الاضافي ده هو ده البرنامج ده خاص بكيرلينت، احنا اللي وضعناه. البرنامج ده هو هيؤهلك فعلا بشكل رائع في اللغه الالمانيه. ده كلام جميل. يبقى كده الفرق الاول قلنا نسبه ال 65 و80% كنسبه نجاح. الفرق الثاني اللي احنا قلناه ان عندك امتحان كل مره. الفرق الثالث ان احنا عندنا البرامج بتاعتنا. الفرق الرابع، الفرق الرابع ان احنا بنتميز في المستويات العليا اللي هي البي اينز والبي تزفاي ببرنامجين متميزين جدا خلال المستويين دول، وبيكونوا دايما باللغه الالمانيه بالكامل برضه. ايه هما البرنامجين دول؟ البرنامج الاولاني اسمه الانتجريشن او الاندماج. الاندماج ايه معنى كلمه الانتجريشن او الاندماج؟ دلوقتي انت مش مسافر المانيا كسائح، انت مسافر المانيا كواحد بدا الكارير بتاعه في المانيا. انت لازم تندمج مع المجتمع اللي انت رايح فيه وفاهم المجتمع اللي انت رايح فيه. الناس دي بتفكر ازاي؟ الناس دي بتزعل من ايه وبتتبسط من ايه؟ ايه النقطه اللي اقدر اقولها معاهم والنقطه اللي ما اقدرش اقولها معاهم؟ الحاجه اللي اقدر اهزر فيها والحاجه اللي ما اقدرش اهزر فيها. مش بس على الانسان الالماني، لا، في معلومات مهمه لازم تكون عارفها عن الاقتصاد والسياسه والتاريخ، معلومات اوليه لازم تكون عارفها عن البلد اللي انت رايح فيها، معلومات اخرى خاصه بالمدينه اللي انت رايح فيها، بالمستشفى اللي انت هتعمل بيها، واخره، انك لازم تندمج حتى قبل ما تيجي المانيا. انت ممكن تفتكر الموضوع ده يعني حاجه ظريفه، حاجه لذيذه ان انت تعمل برنامج اندماج، بس انت مش متخيل قد ايه اهميته. كتير جدا من المستشفيات اللي احنا بنتعامل معاها بينظروا بكل فخر للطلبه اللي احنا بنرشحها لهم، للممرضين والممرضات اللي احنا بنرشحها لهم، وبيقولوا ان احنا دايما بنحس الناس دي كانهم عايشين في المانيا بقالهم سنتين ثلاثه، يعني فاهمين الحياه في المانيا ورتم في المانيا. الحاجه الثانيه انها بتشيل من عليك كاهل من الضغط الكبير انك مسافر المانيا وحاسس بستريس وحاسس بضغط ان انا هعيش ازاي في البلد دي والى اخره. فانت بنوصلك لمرحله ان انت فاهم المجتمع اللي انت رايحه قبل ما توصله. وبرنامج الاندماج بيمتد معاك بعد ما تسافر المانيا لمده 10 اشهر بعد ما توصل لالمانيا برضه. في عندنا موظفه، الموظفه دي هي ممتازه جدا جدا، المانيه، بتدي كورسات باللغه الالمانيه، واحنا فخورين بيها جدا جدا يعني، وبتعمل لدى شركه كيرلند في المانيا، وبتعمل برامج الاندماج بتاعتك اونلاين قبل ما توصل الى المانيا ان شاء الله. الكورس الثاني، حياه ممرض مصري في المانيا. ايه معنى الكلام دوت؟ احد الممرضين المصريين اللي سافروا الى المانيا وخلصوا برنامج التاهيلي وبداوا يعملوا هناك وبدا حياتهم العمليه والعلميه، بيكلم اخواته الممرضين والممرضات اللي لسه هيبتدوا المشوار من الاول. بيكلموا عن كل حاجه، عن المستشفى وطريقه التعامل هناك في المستشفى مع الدكاتره، مع الاداره، الطريقه دي بنعمل فيها كذا، في مصر بنعملها بكذا، في المانيا بنعملها بشكل مختلف، طريقه التعامل مع الدكاترة ومع الإطارة ومع العيانين. ما عندكوش فكرة قد إيه البرنامج ده هوت لما بنقدمه قد إيه بيحوز على إعجاب الطلبة بتوعنا في المستويات البي آينس والبي تزفاي. ليه؟ لأن أنا بحس لو أنت قدرت أن أنت تنجح فيها، أنا برضو إن شاء الله هبذل المجهود وأوصل للمستوى اللي أنت وصلت له. فإحساس الواحد أنه هو شاف نموذج ناجح معنا، والنموذج الناجح ده فعلا قدر أنه هو يوصل بشق، يعني زي ما بيقولوا شق طريقه فعلا ووصل ونجح، وبينقل مهاراته ده هو الى اخواته في مصر. تمام. فالبرامج ده بتقدم باللغه الالمانيه، عشان كده بنخليها في المستويات العليا عشان التجاوب مع المحاضرين، وفي نفس الوقت انت بتمارس اللغه بشكل اكتر. زي ما انتم شايفين كده، احنا يعني فعلا الاربع مهارات بتوعك هيتم العمل عليهم بشكل مكثف كبير جدا، وهتلاحظوه بنفسكم ان شاء الله في بدء الدراسه معانا في كيرلن. طيب، كلام رائع. يبقى قلنا اول حاجه نسبه ان احنا عندنا في كل مره في امتحان نسبه 80%، عندنا البرنامج بتاعنا، عندنا برنامجين مختلفين اللي هو الانتجريشن وحياه ممرض مصر. النقطه الخامسه والاخيره ان احنا في برضو نفس الموضوع اللي هنتكلم عليه، اللي هو ان احنا بنشتغل جدا على المهارات الاربعه بتاعتك. بتبقى في زيارتين في كل مستوى، بنطلع مثلا الى حديقه معينه، الى شاطئ البحر، الى مكان معين، والجروب كله المدرس بيتفق مع الجروب ان في موضوع معين بنتكلم عليه. الموضوع اللي هنتكلم عليه كله هيحضر عليه، كله هيتكلم عليه، وباشراف المدرس هيبتدي. طبعا المواضيع بتكبر كلما زاد المستوى، كلما كبرنا في المستوى المواضيع ديت برضو بتكبر معانا.
فانتوا فاهمين يعني ايه ان في شركه فاهمه الممرض او الممرضه لما يسافر المانيا لازم مستوى اللغه يكون عامل ازاي، الطلاقه في اللغه بتاعته، طريقه النطق نفسها، الحاجات دي كلها بتفرق جدا في نجاحك في المانيا. رائع. بالنسبه للتكاليف الكورس والاخره، تابعونا في صفحتنا في الفيسبوك او الويب سايت او كلمونا وابعتونا ايميلات، هتعرف التفاصيل بتاعه التكاليف ومواعيد بدء اللي هي الاينس من البدايه خالص. رائع جدا. ده بالنسبه لعامل اللغه، وانا زي ما قلت لكم اول مره، اللغه اللغه اللغه، الثلاث حاجات دول في البدايه في نجاحك، وبعد كده معلوماتك في التمريض نفسه، وبعد كده سلوكك انت كفرد. هم دول لو اشتغلت عليهم كويس جدا هتنجح في المانيا بلا اي شك، بلا ادنى شك هتنجح في المانيا. ركز في اللغه كويس جدا، انا اتكلمت النقطه دي كتير لمدى اهميتها زي ما انتم ملاحظين. طيب نخش على النقطه الثانيه. اول ما بتبتدوا معانا في كورس الاينس بنبتدي تحضير الاوراق، ومساعدتك في تحضير الاوراق هامه. في عندنا فريق عمل موجود في داخل الشركه في مصر وكل دول العالم كذلك، يعني اسمه الاوبريشنز او العمليات. فريق العمليات بيقوم بتحضير وترتيب الاوراق المطلوبه منك بالكامل في مصر وفي المانيا اللي احنا محتاجينها منك. فبيخبرك بالاوراق المطلوبه، واول ما الاوراق دي تيجي بناخدها من اول ما تبتدي في الاينس في الاول خالص. ليه؟ مجموعه من الاوراق دي بيتم استخدامها في المانيا لاستخراج ورقه في منتهى الاهميه اسمها الديفيت سيد بشايد. ديفيت سيد بشايد، اصطلاحا في ناس كثيره بيسموها البشايد، هي الديفيت سيد بشايد. ايه ورقه الديفيت سيد بشايد دهيت؟ زي ما قلنا بالاول بنجمع منك الاوراق، الاوراق دهيت بيتم ترجمتها وتوثيقها، وبعد كده فريق العمل بتاعنا بيتم نيابه عنك بيقدم في منظمه في المانيا اسمها الكي اس فاو عشان تحصل على الديفيت سيد بشايد. وبتجي لك ورقة الديفيتسيت بشايد، هي بتطلع بعد حوالي من شهرين لثلاث أشهر، وقت الكورونا بتاخد وقت أطول نسبياً 4 إلى 5 أشهر مثلاً. إيه بقى حكاية الديفيتسيت بشايد دي، وإيه الورقة اللي الناس كلها بتتكلم عليها دي؟ الديفيتسيت بشايد بمنتهى البساطة يعني باللغة الألمانية، الديفيتسيت بشايد معناها خطاب العجز. يعني إيه العجز اللي عندك؟ يعني أنت درست، إحنا كله بنتكلم على الدراسة مش بنتكلم على سنين الخبرة، درست عدد معين من الساعات في عدد معين من المواد. في المانيا بنقول لا لا لا، انت لازم يكون عندك عدد معين من الساعات في عدد معين من المواد. فالعجز اللي عندك ده هو بيقول الورقه دي ان انت عندك عجز معين، وبالتالي انت محتاج برنامج تاهيلي تدريبي في المانيا قبل ما تاخد شهاده مزاوله المهنه في المانيا. هي دي ورقه الديفيتسيت بشايد. ورقه الديفيتسيت بشايد احنا زي ما قلنا احنا بنقدم نيابه عنك، واول ما تطلع بنخبرك بيها، بتبقى مصدر سعاده ليك اول ما بتوصل ورقه الديفيتسيت بشايد. ليه سعاده ليك جدا؟ لان هي دي بالاضافه للبي اينز اللي هي شهاده البي اينز بتاعتك، هم دول اللي انت محتاجهم اكتر حاجتين محتاجهم، وبعد كده في ورقه تاني طبعا زي ما هحكي لك عشان تبتدي تخش للسفاره. يبقى كده وانس ان دي وصلت لك مفيش عائق قدامك انك تخلص البي اينز عشان تاخد الفيزا الى المانيا. فدي ورقه في منتهى الاهميه، وكل ما بتيجي بتبقى مصدر فرح للطلبه والطالبات. لسه جايلنا مفيش من فتره بسيطه 15 ديفيتسيت بشايت ل 15 فرد عندنا بيدرسوا اللغه الالمانيه، والحمد لله في طريقهم ان هم يخشوا السفاره وياخدوا الفيزا ان شاء الله. تمام. دي الايه ورقه الديفيتسيت بشايت، وده هو معناها. بالنسبه للتكاليف بتاعتها، احنا عندنا سياسه جميله جدا في الشركه بالنسبه للتكاليف. الخدمه التي تقدم احنا بنقدمها لك، يبقى زي اللغه مثلا، يبقى دي ليها مصاريفها. بالنسبه للديفيتسيت بشايد وكل الحاجات الثانيه زي الترجمه، التوثيق، الديفيتسيت بشايد، فلوس السفاره والى اخره، احنا مش بناخد منك مبلغ كبير جدا ولا كانت المبلغ ده وهخلص لك كل حاجه. بالعكس، احنا ترانسبيرنت جدا او شفافين جدا فيما يتعلق بالتكاليف. يعني الديفيتسيت بشايد جايه التكلفه بتاعتها بتكون في حوالي 170 يورو تكلفه استخراج ورقه الديفيتسيت بشايد. بنقول لك ادي الوصل بالظبط بتاع الديفيتسيت بشايد، لو سمحت ادفعه بنفسك. فما فيش حاجه اسمها ان احنا مبلغ كبير جدا هناخده ونقول لك ان احنا هندفع لك ده وندفع لك ده وندفع لك ده. فده ما فيهوش يعني مبدا الشفافيه مش موجود، ودي احد الفاليوز الكبيره اللي احنا بنتكلم عليها في الشركه. تمام. طيب كمل معانا
يبقى دلوقتي في عندنا كام ورقة في الصندوق معانا عشان نروح نقدم للسفارة؟ ورقتين، ورقة البي اينس اللي هي ورقة شهادة اللغة الألمانية، ورقة الديفيتسيت بشاي. هل في ورقة تاني؟ نعم نعم نعم. فأول ما بتخلص البي اينس ومعاك الشهادة بتاعتك، يبقى كده انت معاك شهادة البي اينس. خلال هذه المدة عبال ما انت بتدرس في اللغة كنا قدمنا على ورقة الديفيتسيت بشاي، عشان كده احنا بنقدم في البداية خالص عشان ما نستناش لغايه تخلص البي اينس وبعد كده نبتدي نقدم على الديفيتسيت بشاي. فاحنا بنستغل الورق ده الوقت ده ان احنا بنقدم لك على هذه الورقه المهمه جدا. يبقى عندك برضو الديفيتسيت بشاي. محتاجين ايه تاني؟ عقد العمل. عقد العمل ده الشركه عندنا في كيرلند المانيا هي المسؤوله عن استجلاب عقد العمل. عشان تفهموا ايه الفرق بين كيرلند المانيا وكيرلند مصر، كيرلند مصر هي مسؤوله عن عامل اللغه والورق وتخليص الورق بتاعك. كيرلند ألمانيا هي اللي بتاخدك إلى التأهيل ومن ثم التعيين. يعني كيرلند مصر لا تقوم بعملية التعيين، كيرلند ألمانيا هي اللي بتقوم بعملية التعيين وتحت نفس الشركة. هنا عندهم فريق أوبريشنز وهناك عندهم فريق أوبريشنز مختلف للعمليات. فنعم نعم نعم سيدي الفاضل سيدتي الفاضلة، عقد العمل هيكون معاك قبل ما تطلع من مصر. عقد العمل ده هيكون فيه كل المزايا وكل الشروط والأخيره، من المرتب، من الوقت، الاجازات بالكامل بالكامل، الشروط الواجب تنفيذها والاخره. فهتعرف الشروط الواجب تنفيذها من قبل ما تطلع من مصر. تمام. الحاجه الثانيه، في حاجه اسمها عقد السكن. يعني ايه عقد السكن ده؟ عقد السكن ان دلوقتي الفيزا عايزه، القنصليه قصدي عايزه تعرف انت هتسافر منين تقعد فين. ما ينفعش تقول ان انا هقعد وربنا يسهل هناك هدور على سكن. تمام. فاحنا بنساعدك في هذا الموضوع، السكن احنا بندور لك هناك فريق الاوبريشنز على مكان يكون مناسب بسعر مناسب في منطقه مش بعيده جدا من مدرسه التمريض اللي انت رايح عليها، وبسعر مناسب وتكون مفروشه. مهم جدا ان احنا بنحرص انها تكون في الاول مفروشه. انت لما بتسافر المانيا بتحب تغير تاخد مكان وتبتدي تفرشه بنفسك، افضل بكتير ما انك في الاول ومحتاس في عمل اللغه وعندك مشاكل في انك التحصيل وتبتدي ولا خيره. فصعب ان احنا نحط عليك ضغط السكن برضو مره تانية عليه. فلما بتسافر المانيا بتقدر انت تاخد مع نفسك المكان اللي انت بتحبه. طيب رائع. ايه تاني؟ مكتب العمل نفسه في المانيا، تصريح من مكتب العمل انك تقدر تسافر الى المانيا بمهنه مساعد ممرض في الاول زي ما هشرح لك. فده تصريح مؤقت ليك لحد الوصول الى شهاده مزاوله المهنه، وبعد كده يبقى اسمك مين؟ ممرض. فالتصريح ده محتاجاه السفاره الالمانيه. يبقى كده اتكلمنا في خمس حاجات محتاجاها السفاره الالمانيه. سادس حاجه محتاجاها برضو اللي هي مكانك في مدرسه التمريض، يعني موافقه مدرسه التمريض ان انت على وجودك، موافقه مدرسه التمريض. فمدرسة التمريض بتقول نعم أنت ليك مكان وهتحضر الكورس بتاعتك بدايته في اليوم الفلانية، لو سمحت تيجي قبلها بكام يوم عشان تبتدي كورس التمريض بتاعك. ممتاز، اللي هو برنامج التأهيل هنتكلم عليه. وطبعا كل الكلام بقى، المواد اللي هتدرسها بعدد الساعات اللي هتدرسها والأخير. يبقى في كام حاجة؟ 1 2 3 4 5 6. سيادتك اللي مطلوب منك إيه؟ هو فقط البي آيز. خلص وركز على اللغة، لا تقلق ابدا على الباقي. دي مهمتنا وده اللي احنا هنعمله، دي مهمتنا وده اللي احنا هنعمله نيابه عنك. انت ركز على عامل اللغه، ارجوك 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 اوعى تنسى اللغه 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 هي ده العامل الكبير في نجاحك، او لا قدر الله فشلك في المانيا هيكون بسبب عامل اللغه. وما تسمعوش كلامي، اسالوا زمايلكم اللي سافروا، اسالوا زمايلكم اللي سافروا، اللي منهم اللي نجح ومنهم الذي لم ينجح، ايه اللي حصل معاك وايه اللي حصل معاك. يقول لك عامل اللغه فرق معايا بشكل كبير جدا. اوكي، فده اللي احنا بنحرص عليه، وده اللي ضميرنا بيقول لنا اللي احنا لازم نعمله بالشكل اللي احنا عارفينه مطلوب من الشباب دول ايه لما يوصلوا الى المانيا. رائع. لو كل الورق ده هوت موجود بالشكل اللي احنا بنتكلم عليه، نسبه نجاحنا في الحصول على الفيزا الالمانيه لكل المتقدمين بتوعنا 100%. 100% نسبة النجاح، 100%. مفيش حالة واحدة فقط عندنا لم تحصل على الفيزا بعد وجود كل هذه المستندات. قبل ما بتدخل للمقابلة بتاعة السفارة والقنصلية بيكون في تدريب ليك على اجتياز المقابلة، ايه الورق المطلوب، ترتيب الورق المطلوب، الاسئلة والاخره.
يبقى كل حاجة عشان انت تكون فاهم انت داخل في القنصلية بتقول ايه وتعمل ايه ولا خيره، ومعدل النجاح زي قلنا 100%. تمام، ده جانب مهم جدا. دلوقتي انت حصلت على الفيزا، بتبتدي بقى تنسق قبل ميعاد السفر بتاعي بالظبط عند وقت بدايه الكورس. انت بقى شغال في البيت فاي طبعا زي ما اتفقنا، لانك لما تخش على السفاره انت مخلص البي اينز، فانت بتتكلم على البيت فاي اللي هو بي 2، شغال فيه بكثافه شديده جدا. كل يوم تحصيل كل يوم هيفرق معاك في المانيا. قبل يوم السفر انت ما زلت بتذاكر كويس، سواء حصلت على الشهاده او لا، بس انت عارف كويس جدا ان مستواك على البيت فاي. محتاجين بعد كده شهادة البيت فاي بعد كده زي ما هنشوف لما تروح ألمانيا. كلام رائع. انت يا فندم وصلت ألمانيا، خلاص سافرت وصلنا ألمانيا، ايه اللي بيحصل؟ بيستقبلك هناك فريق العمليات في ألمانيا وبيرحبوا بيك، بياخدوك بيوريك السكن بتاعك، اقرب سوبر ماركت، اقرب مستشفى، اقرب اسم بوليس، اقرب مكان لأفتح حساب في البنك والاخر. كل ما يتطلبه بداية حياتك في ألمانيا بيقوموا به على اكمل وجه الشباب في اللي عندنا في الاوبريشنز في المانيا. الناس دهيت مطالبين ان هم يخدمك لمده سنتين، 2 years، من لحظه وصولك المانيا لمده سنتين كاملتين يخدمك في اي وقت. ابعت ايميل، ارفع سماعه التليفون واتكلم، او زور مكتبنا هناك، خدماتك بالكامل هيتم استيفائها. مش مجرد الخدمات اللي احنا النصايح اللي احنا ممكن نقدمها بس، الشركة بتتعامل مع محامي، الشركة بتتعامل مع خبير ضرائب وعدد آخر من التخصصات المطلوبة، وخدماتهم بتكون ليك في الأول. أول خدمة بتكون بالمجان لأن أنت جاي تحت اسم الشركة، وبعد كده بسعر مخفض إن أنت جاي من شركة كيرلين، وبالتالي ليك سعر مخفض. الحرص هنا على إيه؟ الحرص هنا إن كل حياتك مجتمعة بيتم تسهيلها في ألمانيا من الأول. ده أنت الهدف بتاعنا، إن أنت في الأول مش عارف ألمانيا ومش عارف أروح فين وأجي منين واي مستشفى واي مكان ولا خير، وحجز سكن واحجز منين، كل ده بنشيله من على عاتقك زي ما بيقولوا، علشان حياتك في ألمانيا تبتدي بالشكل الصحيح. وبيستمر الكلام ده لمده سنتين. رائع، كمل معايا، كمل. الـ اول ما بتوصل هناك بتبقى في زياره او زيارتين او 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 تشوف معالم سياحيه، بنخرج نتكلم مع بعض. ده مهم جدا، انك مش مره تانية انت مش رايح سائح، بس مهم جدا ان انت تشيل ليفل ستريس منك خالص. وده بينجح فيه الروح الجماعه هناك في الجروبات اللي هناك. لو تسالوا الشباب اللي سافروا معانا قبل كده عن طريق اللند وماين اجنتور في برنامج التمريض اللي هناك، قد ايه الروح جميله جدا. ومحمد بيحرص ان الحياه بينهم، وفريق الاوبريشنز بيحرص على كده جدا، من دول العالم المختلفه، من تونس والمغرب وباكستان والهند ومصر، مجموعة جميلة جدا جدا، مجموعات جميلة جدا، رائع. طيب أول ما وصلت في غضون أسبوع هتبتدي برنامج التأهيل. عشان كده قلت لك أنت ما عندكش وقت كبير جدا لتنمية مهارة اللغة الألمانية عندك قبل ما تبدأ البرنامج، أنت خلال أسبوع بديت. تمام، فلازم تطلع بمستوى البيت فاي من قبل ما تسافر إلى ألمانيا، هيفرق معاك جدا، اقسم بالله. كمان يعني انا يعني لازم اقول لك ان قد ايه هيفرق معاك. وبعدين هتبتدي دلوقتي البرنامج التاهيلي للتمريض. البرنامج التاهيلي مدته بتكون حتى 10 اشهر، وانا مركز قوي 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 على كلمه حتى 10 اشهر، هتفهم يعني ايه الكلام ده دلوقتي. البرنامج التاهيلي ده مقسم الى قسمين. اول قسم 4 اشهر هو دراسه نظريه، وستة أشهر هي دراسة عملية. الدراسة النظرية دي لازم تحضرها بالكامل، 4 أشهر ما فيهاش أي ظاهر. أوكي؟ بتقعد بتاخد المعلومات، والمدرسة والمدرس بيكلموك في التمريض وبيسقلوك على النواحي التمريضية في ألمانيا والقوانين في ألمانيا والآخر فيما يتعلق بالتمريض. أول ما بتخلصوا بتخش دراسة عملية في مستشفى. الدراسة النظرية العملية دهيت، انت بتكون وظيفتك خلال 10 اشهر دي، وظيفتك يا شباب وظيفتك مساعد ممرض، مهما كانت سنين خبرتك في مصر، ان شاء الله 10 سنين او لسه مخلص كلية، واحد هما الاثنين اسمك مساعد ممرض. وده ميزة ليك. ليه؟ لانك لو ارتكبت اي خطأ مش هيبقى عليك انت، هيكون على مين؟
على الممرض اللي انت المفروض بتعمل تحت سلطته يعني. فلو في اي غلط مهني انت ارتكبته مش هيكون الخطا عليك انت، فمن مصلحتك ان انت اسمك مساعد ممرض. فتره الست اشهر دي بقى هي دي بقى اللي بتفرق من واحد الى الثاني. ممكن واحد في اول شهر لاحظنا ان لغتك الالمانيه ممتازه ومدى معرفتك بالتمريض ممتاز، فبعد شهر او شهرين بنقول لك اتوكل على الله انت طلعت من ده، يلا نتكلم على شهاده مزاوله المهنه، خلاص انت مش محتاج تكمل البرنامج، وبالتالي البرنامج بتاعك بقى كله 4 وبعد كده وشهر كمان 5 أشهر 6 أشهر. والله لا انا محتاج شهر كمان، هتستنى شهر كمان، محتاج شهر كمان، محتاج. فحتى 6 أشهر من التدريب العملي لو انت محتاج خليك، لو انت محتاج خليك لمصلحتك انت. يعني ايه الكلام ده لمصلحتك انت؟ لو انا محتاج ان انا اقعد فتره اطول، زي انا يعني بشبه الموضوع ده زي ما يكون طفل موجود في حضانه، لو الطفل محتاج يقعد في الحضانه فتره اطول ما ينفعش اشيله، ما ينفعش اقول له اطلع بره الحضانه، لازم اسيبه جوه الحضانه لغايه ما الطفل يكون جاهز انه يطلع للحياه ده. هي نفس الفكره بالظبط هنا، لو انت كممرض لغتك لسه محتاجه تعديل، معلوماتك لسه محتاجه تعديل، مش هقول لك اطلع وانت تكون لسه محتاج. فمش عايز افرح ان البرنامج التاهيلي هنا 14 ولا 15 ولا وانا اكون لسه محتاج. فعلى سبيل المثال في اخر برنامج تاهيلي عملناه اكتر من 20 واحد تقدموا فيه وكانوا موجودين فيه، فقط 3 كملوا 10 اشهر بالكامل، فقط 3 كملوا. فانت ناس طلعت بعد 6 أشهر، بعد 7 أشهر، 8 أشهر، 9 أشهر، وناس 3 فقط كملوا بعد 10 أشهر. عشان كده بقول هي حتى 10 اشهر البرنامج التاهيلي بتاعك. طيب في نهاية البرنامج التأهيلي سواء طلعناك بقى في أي وقت أو في النهاية، هل في امتحان؟ لا مفيش أي امتحان عندك في النهاية، هيكون عندك مجرد مقابلة اللي هو اسمه إيه؟ انترفيو. مع مين؟ مع المشرف بتاعك، واحد تاني بيجي من بره، اكسترنال اكزامينر بيجي من بره، وبتبقى في صورة دردشة. طيب قول لي لو المريض عنده كذا، لو عملنا كذا، لو حطينا كذا، لو شيلنا كذا، أو أو أو، في صورة دردشة معاك. نسبة اجتياز الدردشة ده هي مع الممرضين بتوعنا 100%، 100%. يبقى نسبة 100% التي اتقالت مرتين، الفيزا نسبة 100%، الحاجة التانية المقابلة أو الانترفيو 100% نسبة النجاح. رائع. ولكن وأنا بقول ولكن تاني، في وبقول للأسف الشديد حصلت في شهر 6 السنة اللي فاتت 2020، إن في ممرضة طلعوها من البرنامج وقالوا لها أنت مش هتكملي معنا البرنامج. حصل لممرضة فاضلة. ليه؟ الممرضة جت مستوى الأماني بتاعها كان فعلا ضعيف فعلا، وده يعني الممرضة كانت أحد الأسباب الرئيسية إن احنا نفتتح كيرلينت وندرس اللغة الألمانية بنفسنا، لازم احنا ندرس اللغة الألمانية. وما تطورش خلال شهر 2-3، ما تطورش اللغة، ما تطورتش عندها. والحاجة التانية إن تفاعلها في الفصل طبعا نتيجة اللغة مع المدرسين مع الطلبة مع مع مع، فهي تخيلت ان انا قاعد العشرة اشهر وهيدوني شهادة كده كده. لا ما حصلش. فانا لازم اكون صريح معاك من الاول ان فعلا ممكن تكون خلال البرنامج التأهيلي ده هو ويتم لفظك من البرنامج التأهيلي، مش لفظك انك تروح انترفيو، لفظك انك تطلع برا خالص. لو طلعت برا بقى هنا بقى دي مشكلة، دي فعلا مشكلة، لان كده هيبقى قدامك 6 أشهر بالظبط في الاتحاد الاوروبي كله لو لم تستطيع ان تحصل على اي شهادة على أي وظيفة أخرى يجب أن تغادر الاتحاد الأوروبي كاملة. لو لم تغادر أنت كده في البلاك ليست، في القائمة السوداء، والبوليس بيدور عليك ولا خير. فشفت قد إيه عامل لغة بيفرق، شفت قد إيه لو أنت محتاج أنك تقعد. يعني أنا دلوقتي لو خليت برنامج مثلا لواحد محتاج يقعد 10 أشهر خليتها له 6 أشهر على سبيل المثال، 5 أشهر على سبيل المثال، وطلع لغتي الألمانية ضعيفة، معلوماتي اللي أنا ضعيفة، وطلع خلاص انت لما تطلع هيبقى اسمك ممرض هنا، نيرس مش مساعد ممرض، وبالتالي الغلطه في حسابك بالظبط، النقطه السوداء في حسابك بالظبط. فالمريض مش عارف يتعامل معاك، الدكتور مش عارف يتعامل معاك، اداره المستشفى مش عارفه تتعامل معاك. فطبعا لما يلاقوا الناس المنظر ده، بالرغم ان انا محتاجك بس انت يعني الضرر اللي جاي منك اكتر من المنفعه اللي جايه منك، فهيضطروا يرفدوك. نفس المصير بالظبط حتى وانت بعد كده تبقى ممرض مثلا. فمش عايز افرح ان انا البرنامج التأهيلي بتاع 14 ولا 15 والكلام التهريج ده، لو محتاج وقت اطول تقعد، مش محتاج وقت اطول بتطلع. فعشان كده احنا برنامج التأهيلي بتاعنا ما بنقولش ان هو 10 اشهر، احنا بنقول حتى 10 اشهر البرنامج التأهيلي بتاعنا، تمام؟ فانا مش عايز
حياتك العمليه بعد كده في المانيا كلها تتلخبط بسبب فرق بين 4 ولا 5 ولا 6 ولا 7 فيما يتعلق بالبرنامج التاهيلي. فاحنا بناخد الموضوع ده بمحمل الجديه جدا جدا. احنا مسؤولين عن كارير بتاع ناس في الغربه، فالامانه هنا تقتضي علينا العمل بشكل معين او عمل بشكل اخر. تمام. فانا كده طلعت من كوني مساعد ممرض الى اني بقيت ممرض بعد الانترفيو ده، وتبتدي بقى اجراءات شهاده مزاوله المهنه، وده اللي بتقوم بيه الشركه برضو لغايه ما بتجيب لك شهاده مزاوله المهنه وانت كده بقى اسمك ممرض. طيب، في سؤال هنا حن. خلال فتره العشر اشهر دول اللي هو او حتى عشر اشهر اللي عندنا في الاول، هصرف منين؟ انا معيش فلوس كفايه، هصرف منين؟ طيب، نمرة واحد، البرنامج التأهيلي بالمجان بكام؟ مفيش أي فلوس بتدفع على البرنامج التأهيلي. نمرة اتنين، أنت في واقع الأمر بتاخد مرتب خلال البرنامج التأهيلي. مرتبك بيكون 2065 يورو، ده قبل الضرائب. بعد الضرائب بيكون في حدود 1400 يورو، بتفرق بقى من شخص لشخص على حسب الظروف بتاعته في حساب شريحة الضرائب بتاعته. فبنتكلم على 1400 يورو. فالسؤال، هل ده يكفي ليا كشخص كفرد؟ الإجابة نعم. تكلفتك أنت كفرد في ألمانيا عشان المعيشة بتاعتك لمدة شهر بتكون في حدود 800 يورو. ده التكلفة بتاعتك من سكن، أكل وشرب، عايز أجيب ساندويتش شاورما هنا، جبت كتاب، جبت قميص، جبت يعني مصاريفك الشهرية العادية، ترانسبورتيشن، المواصلات وكده، في حدود 800 يورو مستريح. فمن أول شهر أنت ممكن تتكلم على حوالي 600 يورو فلوس إضافية موجودة في جيبك، حوشهم زي ما انت عايز. فده كافي جدا ليك كفرد. خد بالك، انت ما تقدرش تجيب الاسره خلال العشرة اشهر دي، انت بعد الموضوع ده زي ما هقول لك حالا دلوقتي تقدر تعمل الفاميلي رين تجيب الاسره بتاعتك. طيب، انا دلوقتي خلصت العشرة اشهر او مده اقصر وبقيت ممرض، هل مرتبي هيفضل زي ما هو؟ لا فعلا. هنا بقى المرتب هيفضل في المتوسط كده، بنتكلم في حدود 3000 يورو، ممكن تنقص لغايه 2700 وممكن تزيد حتى 3500 أو حتى 4000 يورو في بعض الأحيان. إيه بقى الموضوع ده؟ في فرق كبير هنا يعني. إيه بقى اللي بيحصل؟ إيه إزاي ياخد مرتب ده ولا ده ولا ده ولا ده؟ عاملين بيفرقوا معاك. العامل الأول هو عامل سنين الخبرة. لو أنت جاي تقول لي أنا عندي 15 سنة من سنين خبرة قبل ما أسافر، أو أنا لسه مخلص الكلية ما فيش من 6 أشهر، فأنت كده بتتجه الاتجاه ده أو الاتجاه ده. تمام؟ الحاجة التانية هو التخصص بتاعك، تخصصك ايه في التمريض؟ هل انا مثلا ممرض في العمليات او كارديولوجي او نيورولوجي او سايكياتريك، او مش عايز يعني اسرد وظائف معينة او تخصصات معينة هي اللي بتاخد مرتبات اعلى وظائف تانية؟ لا، كل الممرضين بكل التخصصات مطلوبين في المانيا، بس في بعض التخصصات بتبقى مطلوبة وممكن يوصل المرتب يوصل لغاية 4000 يورو لو في تخصص معين بشكل معين بعدد سنين خبره معينه ولا خير. فهناك مفيش ظلم فيما يتعلق بهذا الموضوع، مفيش ظلم. لو انت عندك سنين الخبره دهيت وعدد وتخصص دهوت، المرتب بتاعك ممكن يتجه من هنا الى هنا. حتى باقل مستوى موجود او طبعا اعلى منه، انت حياتك دلوقتي حياه كريمه في المانيا وتقدر تعمل الفاميلي ريونيون، يعني عايز استجلب الاسره بتاعتي. الاسره تعني ايه؟ الزوج الزوجه، الابن الابنه. الاسره لا تعني الاب الام الاخ الاخت. يعني اقدر اجيب زوجي او زوجتي والاطفال معاهم. دول يجوا ايه؟ يجوا اقامه، انما الاب والام والاخ والاخت يقدروا يجوا طبعا زياره، مش اقامه دائمه، فيقدروا يجوا زيارات ويرجع تاني. انما الزوج الزوجه الابن الابنه دول يجوا اقامه. التعليم بالمجان بالكامل، الصحه بالمجان بالكامل. خلال 5 سنوات انت خدت البيرمننت ريزيدنس، الاقامه الدائمه. خلال 7 سنوات انت خدت الباسبور. تمام. عايز اقول فيما يتعلق بهذه النقطه، لو تفتكر قلت لك من لحظه ما جيت المانيا انت معانا لمده سنتين من ناحيه الخدمات اللي احنا بنديها. فطبعا بواقع الامر اول ما بيخلص احد الخدمات الكبيره الناس بتسالنا عليها، انا عايز استجلب الاسره بتاعتي، اعمل ايه؟ اروح فين؟ اقدم فين؟ ما اقدمش فين؟ ايميل او تليفون او تزور. الموضوع ان شاء الله اتحل معانا، وهنقول لك بالظبط تعمل ايه والخطوات اللي تعملها ايه والوقت المستهدف ايه ليها. بتاخد في حدود الشهرين ثلاثه على بال من اول ما التقديم لغايه ما ان شاء الله يكون لك في المانيا زي ما اتفقنا. تمام. طيب، فده زي ما اتفقنا ايه هو موضوع الخدمات العمليات اللي هي موجوده في المانيا. عايز بقى اجيب بقى رخصه العربيه، عايز اشتري عربيه بقى. في ناس كتيره جدا بعد كده بداوا يشتروا بيوت
ويدفع بقى قسط البيت فين، طب افضل بنك ايه، طب افضل نسبه ايه، والكلام كل ده بنساعدك فيه. فريق عمليات متخصص في كده بيدفع له مرتب فقط لهذا الشأن، اللي هو روح اساله الاسئله اللي انت عايزها. رائع، كمل معانا كمل معانا كده. انا بقى اخدت شهاده مزاوله المهنه وبديت اشتغل ومرتبي زاد جدا. طيب في حاجه تانية؟ اه في انك بعد ما بديت تشتغل، يعني انا دلوقتي خلاص عندي شهاده مزاوله المهنه، متابعين معايا يا شباب؟ ها مزاوله المهنه. بعد كده هل في خدمه تانية؟ اه في، اللي هي بقى ما بعد الايه التعيين، ان تم تعيينك، انك ممكن في انك تتخصص في مجال معين في التمريض. يعني بعد ما انت وصلت هناك انت اصلا حابب التمريض في جزء معين، كارديولوجي مثلا، نيورولوجي، جاينيكولوجي، سايكياتريك نيرسينج، في الاوبريشنز وهكذا، فانت عايز تتخصص في تخصص معين. التخصصات ده هي هل ممكن تعمل في المانيا؟ نعم نعم. في جملتين هنا، المفروض تستنى سنتين بعد ما تبقى انت ممرض عام، عندك شهاده مزاوله مهنه كممرض عام، استنى سنتين سنتين وبعد كده تبتدي برنامج سنتين عشان تبقى متخصص. تمام؟ فنتيجه علاقتنا الطيبه جدا في المانيا بالمستشفيات وبالمراكز الطبيه، قدرنا ان السنتين دهيت انها تكون 6 اشهر. فخلال 6 اشهر ممكن تبتدي برنامج السنتين عشان تكون متخصص في حاجه، ساعتها بقى المرتب في مستوى تاني خالص، بيتضاعف معاك المرتب، وبننصح جدا الموضوع ده اللي احنا بنسميه خدمه ما بعد التعيين. يعني مش مجرد ان احنا بنعينك، اللي هم بيسموها هيت اند ران، يعني عارفين يعني ايه هيت اند ران؟ يعني اضرب واجري، مفيش حاجه اسمها كده خالص مع كلينت. عشان كده ده الجمله قلتها لك من الاول، اهميه انك تكون بتتعامل مع نفس الشركه من اول ما تدخل لغايه ما تخرج، من اول ما تدخل الباب لغايه ما تخرج انت بتتعامل مع نفس الشركه. يعني وانت هناك ممكن تشتكي على المدرس، تشتكي على الاداره، تشتكي على الاوبريشنز، وكذلك هناك هم نفسهم بيقولوا لنا ان مستوى اللغه مستوى، عشان كده احنا ما بنطلعش حد من مصر مستوى الالماني ركيك، لان احنا بنتكلم على نفس الشركه. فاهمين يا شباب الموضوع مترابط ازاي، واهميه انك تكون تتعامل مع شركه هي نفس الشركه من اول ما تخطو لغايه ما يتم تعيينك ومزاوله المهنه وبدايه عملك هناك، وحتى كمان بعد التعيين التخصص اللي نفسك انك تتخصص فيه. رائع جدا رائع جدا. ودخلت بقى في كادر تاني وخلاص، انت بقى يعني حياتك هتبقى مستمرة بالشكل الطيب، وبديت نجاحك في ألمانيا. في جملة مهمة جدا برضو في هذا السياق، انتوا فاكرين لما جينا قلنا انك عندك البرنامج التدريبي انك بتاخد فيه مرتب، وقبل ما تطلع كان عندك اصلا ايه؟ عقد عمل. تعالوا نقول ان عقد العمل ده هو في مستشفى اسمها ABC، هذه المستشفى اللي اسمها ABC اللي بتقول لك عقد العمل بتاعك معانا مع مستشفى ABC. رائع. وهي اللي بتدفع لك مرتبك خلال فترة العشرة اشهر دول، يعني لو استمريت العشرة اشهر كاملة 2065، وهم بيدفعوا ضرائب فوق ال 2065، بيدفعوا الضرائب بتاعتهم اللي هي لو ضرائب مثلا خطأ الغير او خطأ الممرض قصدي، فممكن توصل حوالي 400 يورو. يعني ABC دي بتدفع لك في الشهر بتاع حوالي 2500 يورو، 2065 بيدوها لك، انت تدفع منهم الضرائب وتاخد منهم 1400، وهم بيدفعوا 400 يورو ضرائب. فالتكلفه على المستشفى حوالي 2500 يورو، وهم لسه انت لسه ما اشتغلتش، انت لسه في فتره التدريب، فكده انت دافع كام؟ 25، هم دافعين 25000 يورو ليك خلال فتره ال 10 اشهر دي، وبعد كده التعيين زي ما اتفقنا. طيب في حاجه احنا بنتميز بيها فعليا جدا، ومفيش اي شركه تانية في المانيا بتقوم بهذا الاجراء خالص، ايه هو؟ السائد جدا ان بيقول لك انك اول ما تخلص البرنامج التاهيلي وتبتدي العمل لازم تشتغل مع هذه المستشفى لمده سنتين، لازم تشتغل مع هذه المستشفى لمده سنتين. فانت وانت قاعد دلوقتي تقول والله ليهم حق، ما هم الناس اللي دفعت وهم الناس اللي خلصوا ورق الفيزا لينا وادتنا عقد العمل، فحقهم ان انا اشتغل معاهم لمده سنتين فقط. طب ايه اللي بيحصل مع كيرلاند؟ مش شرط. لو انت حبيت ان انت تشتغل مع مستشفى تانية اسمها XYZ انحقق. ايه اللي بيتقال قدامنا ده؟ محمد اخويا دايما بيقول ان العميل بتاعه هو الملك والعميلة هي الكوين، يعني انت الملك وانت الملكة. الملك والملكة دول لو توفر فيهم الشروط زي ما قلنا، اللغة والمعلومات في التقنية في مجال التمريض والاحترام، يجب أن يعاملوا كملك وملكة فعلا.
فبيقول الاي بي سي الملك والملكه بتوعي، يعني اسمحوا لي باللفظ، يعني مش واحد عبد او عبده ان هو يشتغل عندك لمده سنتين اجبار، مفيش حاجه اسمها اجبار. لو عايز يروح لمكان تاني يقدر يروح، وبالتالي لو عايز العميل ده هو انه يفضل يشتغل معاك لفتره سنتين او اكتر او 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 او, أو يجب ان تهيئ له بيئه عمل مناسبه، يجب ان تهيئ له بيئه عمل مناسبه تحببه في هذا المكان وتخليه عايز يشتغل في هذا المكان. فاهمين قصدي ايه؟ ده مهم جدا جدا ان انت تحس ان انت حر. طبعا احنا بننصح جدا انك لما تروح هناك ان احنا المستشفيات اللي احنا بنرشحها لك من قبل ما تطلع ان انت تكون فيها لكذا سبب. اولا انت مش عارف لسه الحياه في المانيا والاماكن دهيت والاماكن دهيت والمستشفيات دي والمستشفيات دي. فالنموذج الصح اللي احنا بنقدمه لك هو المكان اللي انت فيه بيقبل مهاجرين بشكل لطيف، بيقبل مهاجرين بشكل لطيف. يعني مش عايزين نكون في مكان ومن المعروف ان في عدم استلطاف للمهاجرين في هذا المكان. دي واحدة. واحدة تانية ما بيبقاش مكلف جدا. انت في الاول مرتبك ما بيكونش يأهلك انك تعيش في مدينة كبيرة، يعني المدن الألمانية الكبار غاليين جدا زي ما هتشوفوا. فحرام علينا ان احنا نحط تحت الضغط النفسي والعصبي والمادي ده في اول ما تروح المانيا. فاول سنتين انت بتبني فيهم خبرة، بتخلص فيهم التخصص بتاعك، موجود في مكان محترم بيحترم المهاجرين، المستشفى مستشفى محترمة تحترم المهاجرين ومهيئ لهم بيئة عمل ممتازة، لان هو مش جاي عندي عبد ومربوط معايا بسنتين، وهي عارفة ان هو لو عايز يمشي هيمشي. ولكن احنا زي ما قلنا احنا بننصح جدا انك تكون موجود سنتين لان الاسباب اللي احنا وردناها. فمحدش بيعمل كده خالص اطلاق. شركة كيرلند هي الشركة الوحيدة في المانيا اللي ما بتحطش الفرق ده. من هنا بديت تفهم الكلمة اللي دايما بتقولها ادارة كيرلند، ان العميل بتاعنا الملك والملكة، الكينج والكوين. ده معناه بالضبط الحرفي وتطبيقه على أرض الواقع. طيب يبقى كده اتكلمنا على ايه يا شباب؟ قلنا في الأول اللغة، تخليص الأوراق، الفيزا بكل بقى الأوراق اللي فيها، سافرنا ألمانيا فترة العشر أشهر، ومن ثم بعد كده التعيين والتخصص بعد كده، وزي النقطة اللي احنا قلناها دلوقتي. خلال العمليات دهيت ممكن يكون عندك أسئلة أخرى. الأسئلة الأخرى عينينا عشان حضرتك أو حضرتك ممكن تتصلوا بينا في الرابط اللي موجود في الفيديو، هيكون فيه تفاصيل التليفونات بتاعتنا. احنا عندنا حاليا 3 أفرع في مصر، في القاهرة، في المنصورة، في طنطا، وجاري افتتاح فروع أخرى في محافظات مصر، ويوجد عندنا أيضا أونلاين، يعني موجود عندنا ممكن تدرس في الفصول أو تكون أونلاين. ما نضمنه ليك هي مستوى الخدمة الذي لن نحيد عنه، مستوى الشفافية الذي لن نحيد عنه، مستوى ان احنا فعلا بنعتبرك الملك والملكة، الكينج او الكوين. يعني اللي بيسمع الكلام بتاعي دلوقتي وهو احد اعضاء الفريق سواء في المانيا او في مصر ممكن يكون بيبتسم دلوقتي لان سمع الكلام ده اكيد من محمد كذا مرة، ودي حقيقة ملموسة، وحتشوفوا كلكم المستوى الخدمة في داخل مصر وفي داخل ألمانيا عامل إزاي. الموضوع مش صعب جدا ومش سهل جدا، يعني زي ما انتوا شايفين الركيزة الأساسية بتاعته هي عامل اللغة. لو اللغة نجح الباقي كله هيكون ماشي تباعا، لو اللغة فشلت أي حاجة هتتعمل بعد كده مش مبنية على أرض صلبة، والعمارة دي مش هتنجح. يعني للأسف الشديد بقولها بكل صراحة، لو لم تبذل مجهود في اللغة الألمانية انسى الموضوع ده كله خالص، وما تجيش وما تروحش وما تصرفش فلوس ووقت ومجهود وكل ده لو انت مش ناوي ان انت تحط مجهود او عارف ان انت مش هتحط مجهود. اول ما هتحط رجلك عندنا في الشركة اعرف تماما ان في مجهود سيبذل تجاهك ومتطلبات منك انك تكون مجاري المجهود ده، هو ومش هتبقى حاجة يعني عشوائية. الموضوع ماشي مترتب بشكل كبير جدا سواء أونلاين أو في حضور الفصول عندنا. أفضل مدرسين لغة ألمانية على الإطلاق موجودين في جمهورية مصر العربية، موجودين بيعملوا تحت كيرلند، وكذلك في دول العالم أجمع.
في عندنا عملية معقدة جدا لاختيار المدرس المطلوب، ومش أي مدرس يدرس في تحت شعار كيلن. ده اللي احنا بنوعد بيه، وده اللي احنا بنقوله. وعايز اختم كلامي بجملة بترن في بالي كتير جدا، قالها واحد لاعب كرة قدم أمريكية، بيقول الآتي: بيقول في حياتك هتمر على كثير من العقبات، لا تكن أنت واحدة من هذه العقبات. يعني إيه الجملة دي؟ يعني بمنتهى البساطة كده، ما تأذيش نفسك. تأذي نفسك إزاي؟ بتقاعسك مثلا، بأنك دخلت في برنامج ما بتحصلش، ما بتذاكرش، ما بتجتهدش. لما سافرت ألمانيا أنت فرحان بأنك في بلد جديدة وما بتبذلش المجهود المطلوب منك هناك. فلا تكن أنت العائق بتاع تقدم نفسك، خلي حاجة تانية هي العائق بتاعك. إن أنا مثلا ما عنديش وقت، ما عنديش فلوس، ما عنديش بتاع، وتقدر إزاي تخطي العقبات دي كلها وتغير من حياتك للأبد إن شاء الله. ده ليك ولأسرتك. هو ده تعريف كلمة النجاح. الشعار بتاع الشركة بتاعتنا اللي هي كيرلند where dreams come true، اللي هي المكان اللي هتحقق فيه أحلامك. وإن شاء الله هيكون مش مجرد كلام، ده وعد على كل فرد من فريق العمل وكلنا تحت خدمتكم. ابعتوا لنا إيميلات، اتصلوا بينا، زوروا واحد من مراكزنا في القاهرة أو المنصورة أو طنطا، ويشرفنا دايما إن احنا نخدمكم. شكرا. كان معكم حامد بحيري، المدير الاستراتيجي لمجموعة شركات كيرلند. مع السلامة.